aussi plan de jouvence donc النوع ديال الصبار الالوفيرا اللي قلنا النبته ديال العجب اللي وجب اختصاص 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 توتال ديال البروديه حتى لدابا ما كاينش دواء في الفارماسي ضد الروماتيزم الالوفيرا تتشافي الروماتيزم اكلا تتشافي بين على حسب الحالات بين شهرين وثلاث شهور لكن سامبل روماتيزم لكن الروماتيزم الخبيث بين ست شهور ثلاث من شهور راه مجرب الا كان مثال بسيط عندنا الركابي ولا اي بلاصه هذاك عندنا ملتهبه منفوخه الا خدينا لالويفيرا وشرحناها حيدنا القشره الفوقانيه وتكيناها باي حاجه وحطينا على البلاصه على الموضع وحزمنا بالشرويطه ولا بونسمون ولا باش ما كان بالليل الغد بنادم تيتصدم علاش تفشات الركبه وحيد الصداع ولكن راه غير هدلنا ماشي شافينا الشفاء التام هو الاكل لالويفيرا راه هو دابور الميزان ديال المصران الغليظ لا منفوخ المصران الغليظ يفشو لا فيك القبط يحيدوا عليك لا فيك الاسهال يحيدوا عليك وراه معروف مختصاص كونسير لي ميم زونزيم اللي فيه سو سون لي زونزيم غاستريك المعده تعطيها قتله الجلد تعطيه قتله التجميل كله دابا اي حاجه في التجميل زادوا فيها لالويفيرا تزاد الثمن اييه.